السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على هذا المركز تجاري وفيه خدمات مختلفة لصاحبه مستثمر إماراتي صاحب شركة سيدار اللي عنده بعض الاستثمارات في الجزائر، في الجزائر العاصمة مثلا في منطقة محمدية عنده مركز تجاري ضخم، وكذلك مركز آخر في شراقة مركز القدس كذلك مركز تجاري. إذن هنا رانا في وهران، هذا المركز هذا الاستثمار الثالث نتاعو في وهران، وكلها مراكز تجارية ضخمة، و لكن كل هذه لم تعرف يعني النجاحات اللي كان منتظر منها، رغم أنها موجودة في مراكز يعني تاع المركز الحضاري في وسط المدينة تاع وهران أو في المحمدية وحتى في الشراقة، يعني الموقع نتاعها يؤهلها لأن تكون يعني تلقى رواج كبير، لكن للأسف فقدانها للمساحات تاع التسويق، مثال تاع أونو ولا يعني مساحات تاع التسويق تاع يعني المأكل المستلزمات نتاع العادية تاع المواطن، المساحات الكبرى. إذن بسبب هذا فقد هذه المساحات الكبرى للتسويق فلم تلقى الرواج المطلوب اللي كان منتظر. وزيادة على هذا، المركز هذا اللي موجود في وسط مدينة وهران فيه يحتوي على يعني شقق ذات 3 و4 و5 غرف بطيرة يعني هو ستاندينغ بمقاييس عالية، ومكاتب للشركات، يعني هو يعني السنتر يعني ميكسد يوز ولا ملتي بيربوس، فيه يوفر خدمات مختلفة للشركات وللزبائن، لكن يفتقد للمساحات الكبيرة من نوع أونو ويعني وأوشان وأرديس لجلب الزبائن. إذن هذا هو المشروع الثالث نتاع شركة سيدار في وهران، والسلام عليكم.